بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن سأولى لكم الشيء موضوع حكو سابسي سيئي الأخلاق أخلاق ذو وأدقن لقرب قفك بني آدم كينو كرغمه وحبت المامي ما إنه تعابير تا لغوية أما استلاحية لغوش فصيره لكن وحين كسيو كوبي ناون وركا وراغب الاسفهاني كت المامي الخلق والخلق الخلق والخلق مركا وتلمامي مدينة وقفك هي أدي سنقودي موقال كيسا صاري midna waa muqaalkiisa qarsoon ee dhabta ah ee qofka shakhsiyadiisa aadamnimo ka tarjuma marka aynu nimaadno islaamnimada akhlaaqdu waa dhaqan uu qofku kula dhaqmo rabbigiisa subhana wa ta'ala waa dhaqan uu qofka binaadamka kula dhaqmo naftiisa waa dhaqan uu qofka binaadamka kula dhaqmo macal aakhar cidda kale binaadam ha noqoto environment ha noqoto jiritaanka oo dhan إذا أخلاق دو ميلاني قليني ما جرتو دقنك إيا أدابتا إيو هفنانتو إلهي بات كل دقمي سبحانه وتعالى ودا دون كيسي تهي وحاد كل دقمي سابين آدم ككالي وحاد كل دقمي سا إنو لها كالي مركا آدلا دقمي سو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سنوحا أتلمام إياه إنما بعثتو لأتمم صالح الأخلاق وحل يسو بحيي بو نبي عليه الصلاة والسلام أما وحل يسو ديري إن عندما يستيروه أخلاق دا كيدا في عن وعندما يستير لكن آدنه انتو صان ولا أما الرسول الله سو ديري بن آدم كأخلاق دا سلف ري وعواعد با بن آدم ككود عيا أما أخلاق دا ملكة مدو دونته رسول شو مركا رولك أي عندما يستيريسو أما سأودي سبي كم دهي سأوجد دوح النقانة بحط علوم الفلسفة ethics and moral values ومركا الله قيب قيبية فلسفة دافر قيب هذا ما صدح قيبود بوجوين صدح ده قيبود بوجو وين وقيب كم ده مركا metaphysics الغي ما ده هي epistemology وحيا بقى إلهي سبحانه وتعالى يجري تانك كوساب سيسن وحيا بقى قانت يصيد الله بارك كوساب سيسن قيب تصدحات وأثيكس كهما ومورال فاليوس كهما وحلو يقانو الخير والشر محاونا محاحما ومسألة فلسفية علماء الفلاسفة كلهم يكون رميشرين سيدا أوقاد وحين لنا هاي آدنه انتو سوچري بأخلاق دو كور رمي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحاو تلمام إياه وحال ليسو بحيي إن أن دم يستيره مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق أخلاق ده كذا في عن أما كذا قروح ده بدن له وحانو كد عيسنا ينبغ عليه الصلاة والسلام إلا وسيدة موقال كيغا أوفي عنايسي سي رقم كيغا نوفي عنايسي أما أخلاق ده اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي هذا ما وحي نسكد ده ناسي كوبا ما دام وقت يقول كوبا يعني نسد كوبا وصوبا نقنا أخلاق ده ووحي أهمية وين سيان أمم كدمانتيت يا جماعات كي أفراد يعدوا لبا وحلا إذا دوا تيرر كوجوا وين آدم هاد اسمه يسوع كتاعين يهي أما نلش يس حكومة سيدا وجد إنت إن السلام إن ماذا بكور من حتى الثقافة المعاصرة دوني دمانتا ينكون الله هاي مثلا بيقول حكور من يودن ككن يو دستور كوي يلا دساتير تعالم كم مانتا الله شيءه واحد عن صدق قطبهم بيكورن تا يعني دستور الثقافة العامة الدساتير تايكور انت وصدح شيء مدوح الله إلى هذا وحفظ القيم أما فاليوس كبلشادو أيلي دي ووين أنجلين لولن كالسياسة دي دين لغو إلى ليو مثلا عدالة أمانة شورى الحرية وفاليوس ووين ولا ربط دستور كستابينو هوس عرصدو مقا الشباب الله إلى هذا تنافس كالسياسي يعني مثلا امد الله ما ورنا يا ماجورتي وحيسكو راعين دد كبد ان لا غمادو عداله لا قادو صورتك الماها
لا الدستور ولا واحد فصيح كرامة شنو بقى واحد أمريكا الدستور لقريه سدح ده قدبة وقوة وين مدوا أخلاق وفاليوس وموراليس وضدكو وحيابها وين الدقن كلا الربعين إلى ليان كلا بعدنا وحلا إذا ده وحي حد ده دستوركو هوية الدولة دولة داسة أما ومد داسة دقن كده السياسة دي يديمي دي وحنا قنوي وإذا كان مغلا والدولة ديمقراطية والدولة ريبوبليكا والدولة بغرطوية والدولة بغرطوية دستورية والدولة كنا وإذا كان نقوى أركه هذه قردة ساتير الدولة دي الدين تدوا النوع أفك دوا النوع دي بجد النوع سواح الله هذا هوية الدولة دتك كان أيضا تتجي شيئا أيام بالغ قرا قطب كصدي هذا مركز الدستور كأو حكوا الرما وحي قلت المامان حرير كود حياة حاكمك هي محكومك هي حديدك كده حين هي فروع السلطة قيبها دولة نمو وحن قد لا يا مركان هذا أخلاقه وقدب كواد الدستور جاه أممك مرك الدستور قرية نيك والرمان سلام مركانة دستور قضية نظرية لكن سوى حاله هرجليه وزارة لم بيومضوا سمايستا ومضوا لبلا إلى وزارة وحبر الشدة هي بربارنت وزارة وحبر الشدة وك جون دوي وعلماء يقوى وين تربية كورنت أمريكا نها وأكوت المام يا النمو الأخلاق بولي أما كوريتانكا أخلاقه ودنت يا هدف كلاجلي يا هاي عمل كمدرسة بولي سكولينج سيستم كبا هاي ريديكيشن كا وحبر الشدة أما وحن كهوسية وقفك بين آدم كائن لبره سيدو بلشدة ولا نولان لها سو إنفايرمنت ولا نولان لها سو سلطة ولا نولان لها سيدو وحقر لها وحو أخري لها إذن دوكسي هو سيد حيلا سكندري وحو قبطاية وويني وقفك إن موراليس لو يالو قفك إنو دقن يا خلاق يا أذهب إنو ياشو وعملك مدرسي ووي سيدا وقيت با ودنا دقار كود معلمك حيوار كان انه وحا او قيمه بدني ودنا دقار كود با وزيره دقاله كدو دو سي نينكا معلمكا يراه ده درجه ده معلمكو اليمنتري سكول كا ودنا دقار كود قف ماستر ديجري كا يري ما دغو مثلا فينلاند وكاله ولد ماستر ديجري هيساتا هدا ربطه اليمنتري سكول يراد معلمك نقونسو واي وحا يرادن ومهندس الانسان وهيومن انجينير بيدان وابن ادم كقفكي للربي إنه حبيه أو قابيه شريتان كيسا كورمه وكقالي سيئ بيدا هدان معلمكو مالك ودنكو هايستو إيا دسمياشا وكقالي سيئ وإيا ودن هانتي أولي يوحا وين داد كيسا قفك مركا داد كيسا داد نمدو دا إلالينا يا دسايا وكقيم بدن قفك دارا دسايا يوحي لمدا ولذلك وشعر دي عربادين بدن قبيا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فاقم عليهم مأتمن وعويلة شوقي قبل يسير دراي وكور رمي أخلاقه أنا لأن ما كأخلاقه جودهان ووح قفك بن آدم كحولها كصوعة حوله باهيه ذي حاجيات كودة وحي أوجد تنبال إلى هذا غريسة سعادة لكن بن آدم كماها بن آدم كوحل الربا سأخلاق كتشرته إنه باهدي سأوجده أدي باهدي سعونا الطهي أدي باهدي قبر ينين سبهين تاي وحكا سبها أطو وحكا هرايا دمانتت ندام أخلاقية هدف كماركا قفك مسلم كها أخلاق دا وكلي كو وإنو إله رالي قليا ما هدف كقفك مسلم كها إنو رقم وندا أمانكو هلا أمانتو نوع من الرياد داد أمان رادس تهي ونوع من النفاق ما ها أخلاق دا السلام كوكو يريو منا أها أخلاق ده إسلامي جميت كسب مادية للقراديو والغي أبا ودنا ده قاركو دنا درك تدد كوسيفي عنو بيهيف كرين إياه لكن هو إيكونوميك مايندد وبروفيت أورينتد ودد ده قال الرادين إياه مثلا كستمر سيرفيسيس كإياه وحن لسبيه وحن أردمي مرر بدن وحن الله سمين إياه وحن قفك تشيب كيسين لباردو لكن إسلام هو حوو سمين إياه إنو إلهي أجر كغهلو إنه قفك احترامه بين آدم نمديس احترامه وشكو قفك قدرين إيو بين آدم نمديس احترامه يسنا والربع عمل كان إنه إله يقول دواده إنه وحا كان سمايه سيدا أوجد وحن لانا أخلاق دو وحا بلشو إسونا حريستا إسعاوسا إسكالميستا
استعل ودنول أولادي يا أبا يا عرور يا هو يا جيران له اسكحده وحيدا وحبك تبلشدة يسوهايسا هدي بلشدة وشرته وحيسو قبان كرا وحيدا دوارنا كان كيا خلاق دو حب بلشدة يسو سمايا سيداوجد يا وحيدا دان هيومنك أما بني آدمك كمال كيسو لما يستيرن كيسو وأمرك أخلاق دي سفيعنا طبعا بعد العقيدة والعبادة وأمرك أخلاق ده هلك وقص الرئيس وقاره أيو يهي قف كمال البشرية قاري سداب قف كون نقم كرابيس ويدين لقف رقم في عن ما دام أي قيمها أنت لك دينتا يرقم هذا بني آدم كبا أخلاق ده كل هذا هاي ومحي وضد الله مري كراها وقهرين وحي لنا أخلاق ده قيبي وفطري وأبور قيبي وأبور قيبي هو مكتسب وهو حل برته وتدريب يترينينج وهو تببر لو قالوا سياد نفتا دا أردشو وقرن كو قردشو وات كردك تتقف صوبانو هكاكسن نبقى عليه الصلاة والسلام وفتي باو يمي نين أشجع عبد الغيس اللي دا والله صعده أنك كم نبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهم الله وحدني يا ولادي لبدقن وإلهي تعليي لبدقن وإلهي تعليي وحنبي كنت المام عليه الصلاة والسلام رواياتك وكلا قدسين الروايات مسلم حي شيخيسا الحلم والأناه دلقات يكاتسينيو هبسينو وحتى هاي قف دلقات بدن ودلغاتكو قفكو إنانو وحياري إثاركو سمين إنانو كعين سمالدو ودد صورا انت بدن وددو آدو يري هاي دلغاتك يا سبركو لكن نبقو ننكا وحكو أماني ينو يهي قف دقن مركو هرو أنا له دقناشي له دلغاتنا له رواية دا إمام النسائي سي شيئي سيوحو ننكي ويدي شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه ما وحي له هو أبو ريبا مسوى دقنا كسبدي ما دقنا يا شيء أنو يا حرفتك كنيبا مسوى وحي له سبحانه وتعالى هو أبو ري نبي عليه الصلاة والسلام حول الله بل جبلت عليه ما يلا بضطا أدقوا السجية وطبيعة إلهي سبحانه وتعالى هو أبو ري إذن قيب بين لنا دقنا كوا أبور وواك إلهي قرآن كوكتل ماما يا سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا عيسى إلهي مركو مريم السيني يقب شاريني ملقو يموح ليه يوحى ربا إصادري سيان كوغوه بيه غلاما زكيا غلام لطهري ويل فضيلة ونوطة وهي علماء دو يدهدان من طبعه بي عيسى كم ده إذن سيدنا إلهي وأبو ري سبحانه وتعالى إذا وحن لأن أخلاقياتك قيبي وأبو ودي وينو كلا عربة دني إبل قفنا وحلقية بينو مركا اللي بي ري ليلة هذا بكعو قفنا إنو الدقين يهي ودلغات وكلا صبر بدني وكلا أبو ركين نهوري لكن هدنا وحي لأن علماء دو قفك بنا آدم كا إنت اللي تببره أيال لقارسين كرا إنو دلقاد يشو إنو عردي سدكتو إنو قعن فرادو وحلالي وحي نفضيله ونقانه وناقي يدقن ونقانه قفك والله ربين كرابي لين هدي للربي دي حيوان بالا الربي يام بن آدم بالا الربين كريني حيوان كاين توردية أيال قبطايو انت الله تببرو هذا كيقار شبل تببرتي اما لباح تببرتي لباح يا شبل هدي لتببري مقف بني آدم والنول بان لا تبابري كرينين مركا ساو قيد بو نبقو عليه الصلاة والسلام ساو قيبتا مختصب كيب بني آدم كوه هانتك ورم يبا وحيري إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى يوقى نبقو عليه الصلاة والسلام حديث كادار قطني ورين أيوه شيخ الألبانين حسن كنت المامي وحليي علمه برشو كوي مادة أنبياء ذا وحيه كسو دقمو يانا دادك انتكالي وحبي برتين
وحا خبير لشيغي عالم لشيغي وقف وقت إيا جهدي قليي. إذن علمك وبرشك يما دابو نبي قولي وحكا لو نبي قولي دلقات كنا دلقات برشو سنكو يما دا وقفك بني آدم كاي ولا قارسين كرا حد ودلقاته لكن وحبوبة هنيا هي عدي الرياضة دا نفسي تببر كاي التدريب كارنا بتاسين لهي سيدة شركة قبل الله تببره قفك عيارتوغا هل كان انت بنانك الله سارة الله برا شركيسة انو فلكسيبل نغضو انو مرغو ييشو انو كان نغضو قف بنا آدم ابا مدنا قارك سر اللو وينين كرا مدنا قارك هو سر اللو وينين كرا وايو وقف بسيدة الله تببره كوان فرطة ما واركتين قربها يطورتا يلا ودا قعمود انتا ساوين ميشاها كويقو كالولي يعني ما قف حوكن ما سيدا وجد وكون لونج تنس كعيارة حتى لما دي سجع مود بكلوين تكو عيارة وين كجرنا بده حدا وين كمديك تانا مديك تا كوين قعنتي سو ويا تاني أكسر سايس كبدن بيا شيء تكلين تهلي سو سيدا وجد قف كبين آدم كاتشر كيس ولا توابر كرا وحلم مدة نفتي سنة ولا توابر كرا سيدا تشر كيس الرياضة اللي هو سمي يي أي الرياضة نفسية الله سمين كرا وقف كلا بار كرا إنه دل قاته inu hadal fiican ku hadlo inu dhaqan wanaagsan yeesho inu aradiisa qarsan karo inu wax bixin karo inu dadka ixtiraami karo inu waayeelka tawqiirin karo wana waxa loo furta bade madarasta iyo iskuulada iyo dawladdu waxay wasaarad ka dhannu samaysatay waa kan inagu waxaynu haysanaa meelaha la tago in muxuu cilmi soo bartaa la isweydiiyo waxa ka fiicanaa tiraa muxuu dhaqan barto ilmuhu muxuu isbedel samaynaya sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay xilbigu iyo dulqaadku waa wax la barto warninkii khayr raadiya waa la siin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii shar ka dhowrsadana waa laga dhowri buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalik buu nabigu wuxuu tilmaamayaa xoog badnidu ma aha inaad qofka lagdi karto ee xoog badnid buu nabigu yidhi waa qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo bini aadam aan cadhoonin ma jiro بنادم أن هوستك جبن مركا رياضة قارة موحية بقار لقصة مايا أنا دبيني ما شرته لكن واحد لقوك على قديسين يا هاي جواب تأت قاضنا يسوع مركا لقى عريسيو مياد على ذا دحجن وسقف مير قبادو هضلي مسواد والا أواد برقان وأفكاد فران سو مالد وانتو واحد دونا ديل يدري جبتش بيابو يداوان عروض دم لما واش هذا عروضه waxay haddaad carooto inaad isku daydo inaad cadhadaada kontrooli kartid inaad naftaada xijin kartid saa ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay xoog badnidu ma aha muuqaalkan sare iyo jirka xoogane xoog badnidu waa qofka naftiisa kontrooli kara xijin kara nin saxaabiya nabiga u yimo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo calayhi salaatu wasalaam ila tali awsini nabigu wuxuu ku yidhi laa taqdab caroon markaasuu faradada miraaran waa ku celceliyey ila tali xadiidka bukhaari warinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uma dhaafin laa taqdab markuu yidhaahda ila tali baha cadhoon buu ku yidhi waxa ka muuqata ninka kan inuu nin xidda kulul ahaa nin sharaarad yara loo kale laakiin waxaa la siinayaa daawada isaga u cuntanta nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaad arki doontaa mid la ila tali oo wuxuu sheegayo mid kale oo wax weydiinayo wuxuu sheegayo macnaheedu maaha inay xaadistan iskhilaafsayn macnaheedu waxa weeyaan nebigu tabiib buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan daweynaya bulsho uu yaqaanaybu wuxuu daweynayaa xanuunaday qabaan waxa ay hayaan qof aad ku og tahay inuu sharaaro kululiyey hadduu ku yidhaahda ila tali dee talada ugu fiicana la siiya waxa weeya waa niyow deg ha cadhoon marka la leeyahay ma waxa weeyaan dhiiggaagu yuu karinoo cadhaha dareemin qof bini aadam aan cadho dareemini ma jiro qof bini aadam aan cadho dareemin marka la kiciya ma jiro laakiin waa maxay waxa weeyaan waa naftaada tababaroo waxaad ku tababartaa inaad gaadho walkaadimiin alkayb ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamaya kuwa af xidhaya cadhadooda kuwa kadmi ku samaynaya ama xidhaya cadhadooda سأوجد بحديث ينوت المامية وإنما الحلم بالتحلم دلقات كون يجي وحلا برتو هذا بوحين لنا هاي وحلا يراه ذا أخلاقه
qaybina waa dabeecad ilaahay kugu abuuray, waa kala deeqsisanay dadka badh baa ilaahay ugu dhaliyey inaanu adduunku qalbigoodaba degine gacantooda ay furaato. Laakiin haddaad qof muslim oo dhab tahay, waad baran kartaa in gacantaadu furaato. Gacan furidu maaha markaad xoolo badan hesho inaad wax bixiso, wax yar baa wax laga bixiyaa. Qofka wax yar wax ka bixin karaa, wax badanna wax ka bixin karaa. Waa wax la baran karo. Inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo. Inaad dadka ixtiraamto waa wax la baran karo. Weliba schooling system-ku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin, innaga waxaynu dadka baraa markaa waxa weeyaan cabsi. Macalinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay siwada taagaanun isnabaan, markuu baxana inay buuqaan, waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado. Maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiyo heli karo, maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu socdo. Ee waxaad u tababartay ushaa markuu arkay iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago, markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo. Idan cabsidu maaha wax biniaadamka lagu tababaro. Biniaadamka waa la train gareeyaa, si kale wax loo baraa. Saa ogeed waxaan leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay. Taabuurkaana waa la sii xoojin karaa meelaha aad hanjafka ka tee ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa. Waxaanad ogsoonaataa waxay yidhaahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana deliishanaya, aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan, ama laba cawro, laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay. Labada sawaba ilaahay sutra buu sameeyey wax lagu qariyo. Cawro waa cawradan jirka aynu naqaano, waxaynu ku qarinaa dharka, isla markaana waynu isku qurxinaa dharka, waxaynu xidhannahay sababo badan. Laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto. Sababta labaad aynu xidhannaana waa maxay? Waa inaynu isku qurxinno. Oo dee cawrada mara kastoo isku duubna waa qarin lahayd. Laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee usoo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto. Haddaba hadday jirka sare maradu asturto, cawrada hoosena akhlaaqda asturtaa. Qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yahay. Hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaada muuqataa. Dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxaad soodhanaysa ka weeco. Nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican salaamagaasay ku tiri caaisha sawkii ninkanaad warkaa ka sheegtay, bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi. Markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda laga nabadgalo. Yacni dadka badh baad isku dayeysaa the minimum, waqtiga ugu yar inaad la qaadato, waayo waxaad isleedahay kari nabadgeli bay sidaas haddaad waqti badan la sii joogto. Sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaa toosto waad wejigaad dhaqataa, afkaad cadayataa, waad isnadiifisaa. Haddaad nin qolada sare ah tahay waad sii buuf buufisaa. Waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xun le aan kugu arag. Waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka, in dhaqankaagu qurux leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho. Taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo. Qof waliba wuu isogyahay ceebihiisa. Qof aan saqooni ma jiro. Mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka tee ka gaaban tahay. Haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fakarin, inaad ka fakarto qalbiga iyo saad u taahirin lahayd, saad naftaada uga dhigi lahayd naf rabaysan. Ilaahay wuxuu leeyahay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwa dhalika khayr. War reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahay. Libaasan yuwaari sawaatikum, maro amahu aa ku qarin kartaan cawradiinna
iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo kula isku qurxiyo laakiin waxa la sheego kale waa libaasu taqwaa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaata eh yuu noqon ninkaad muhimmadda siinaysaa kan sare hooyada aabbaha ilmaha marya fiican ma loo talo ciiddii mare ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad mooddaa ka muuqaalku inuu inagu badan yahay dunidan materialistki aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeyaa iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxa loo kala fadilaa siday jeebabka lacagtii ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maada maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira haayada bay idhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allah haayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuq alkamaal albashari wasacaada taama bay idhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidaalik baa waxaynu tilmaamaynaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mid a xusn alakhlaaq waxyaabay culammadu u deliishadaan nebinimadiisa bal eh qabla almucjiza dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nabigu calayhi salaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisa uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxay leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaama islaamnimo nebinimadiisa waxay u deliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu gaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyay ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u deliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka la tasilu raxam waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culays culayska ka qaada oo kaan waxaysani macduumkaa wax siiya oo martida soora oo dhib yacni waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda uu lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyn ee uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wa innak waa jumla ismiya adawaatu tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay dhahdaan waxaan oo dhami waxay tilmaamayaan bay dhahay fi cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilaahay wuxuu leeyay wainnaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo deliishado nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee heraklis ee boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah waan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi ciidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa lasoo helay lix nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystay la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su-aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayaan dhaqankiisa wuxuu heraklis leeyahy marka ah fa in kaana maa taquulu xaqaa waxaa ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mowdaca qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahy waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya
waxa uu sheegay Abu Sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo Nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay. Biografigiisa markii looga waramay buu wuxuu ka daliishaday inuu nebi yahay. Heraklis wuxuu ka daliishaday biografiga Nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay. Abi Dhar saxaabigii la oran jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi warbal nin baa Maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninka xaalkiisa, xadiiska kale Bukhaari ku yaalla, wuxuu leeyahay walaalkii Unays waan soo socday oo waan imi, dabeetana ninkii baan dhegaystay. Abu Dhar buu ku soo noqday. Abu Dhar wuxuu ku yidhi war maxaad ku soo aragtay ninkii? Ra'aytuhu ya'muru bimakarimi al-akhlaq, buu waxaan soo arkay nin dadka faraya dhaqamada kuwa ugu fiican ama u qurux badan leh, nin faraya baan soo arkay. Saa ugeed ayuha alxiba, waxaan leenahay haddii nebiguba risaaladiisii calayhi salaatu wasalaam uu cinwaan uga dhigay innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalixa alakhlaaq, labada riwaayadood ba imaamu axmed baa warinaye, hadduu uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinwaanu risaalaba inay tahay akhlaaqda inuu dhammaystiro waxa loo soo diray. Waxay culammadu yidhaahdaan akhlaaqduba waa saddex qodob bay sheegaan, iyagoo aayad qur-aan daliishanaya. Waxay dhahaan waa badli lmacruuf wa kafi lada wa ixtimaali lada bay yidhaahdaan. Akhlaaq intaasay ku dhantay bay yidhaahdaan waa qofkoo samaha sameeya badli lmacruuf, wixii curfiga ku fiican ee macruufkee dadku wada qirayo qofkoo sameeya, iyo qofkoo dhibtiisa dadka ka haysta aan isaga wax dhibi ka soo fulin, iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato aan cadhoon ama markiiba boodin. Waxay yidhaahdaan akhlaaq intaasay ku koobantay, intaana waxa laga qaataa bay yidhaahdaan aayadda qur-aan ee Ilaahay leeyahay khudil cafwa wa'mur bilcurfi wa'rid can iljaahiliin. إلهي وحو النبي سيكون خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفو قاضو دات كان السماء فر جاهلين تيوح مقرد كوح كاسو قادنا كتشيسو قروح ملها قف كي فرتك وقسو تاقا بينا تشنكو تاقتا عصر قرنا ساسا وبضنتي wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahdaa isna waynu toban ku yidhaahdaa, siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahdaa isna waynu toban ku yidhaahdaa, qabiilkii qabiil kale laba eray ka yidhaahdaa isna waynu shan gabay u tiriyaa. Wixii noo dhammi waxa weeyaan haddii mid la yidhaahdo waa in laga inaan idhaahdo. Laakiin nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulah oo Ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan, markaasaa Ilaahay leeyahay waa acrid can iljaahiliin. Lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici, iyo nimanka kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee Ilaahay wuxuu ku yidhi waa acrid can iljaahiliin, wax magaratada wahabaha u dhegtaagi. Idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay nafta la tababaro. Dhaqanku macluumaad maaha, waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay, macluumaad tiro badan inay information badan inuu madaxaaga ku jiro, ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado, laakiin aswa'u naas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay. Yes, informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanayaa haddaad trainingkaagu fiican yahay, haddii dhaqankaagu wanaagsan yahay. Waxa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaadhsiiya. Kow, khayru naasi anfacuhum ayuu nabigu tilmaamaya, dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas, dadka ka ugu anfac badan leh. Waxa kale uu nabigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih, muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa. Mid baa yidhi maxaan qabtaa, markaasuu nabigu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana, markaasuu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana. Nabigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso, haddaad wax mataranimo isku og tahay gacantaadi afkaagu ha kuu xidhnaadaan, daad waxba kala qaban karin ummadda, haddaad waxba ku kordhin karin. Si awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina
أحسنهم أخلاقا. حديث كترمذي يا أبي داود الشيخ الألباني صحيح كنت المامي إن شاء الله حديث أنت المامي ودمي أما هو حسن أما هو صحيح. وحن نبغى المامي إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صحيح إنك حديث كيال إن من خياركم حلكي نوح كم دبا إلى هاي ذاتك مرك الله ميره أنت حلك أهي وحوي يا أبو النبي يقول يا أحسنكم أخلاقا وأنت دقن كود في عيني هاي وحوض التقانين حديثك أربعين كي نقوض دقنه دور صحابي النبي يقول إذا هدينا أوصيني 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 رواية أبو ذر كنت الله أربعينكم حي شيء جيسا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفرسو وحلت المامة إلهي سيد ولا نقم لها إلهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضب كي سي عرد سليدو تقوى لك عليه هدي بقفو كارد عنا وناك كده بقيه وناك توبت باوقوه روان هدي كلنا عمل صالح وبرسة واحد سميسي كدب محال ليلي وخالق الناس حديث كانوا فيرسو إلهي ما أرانين وخالق صفوة المؤمنين لما أرانين وخالق المؤمنين تتكبر باتشيرة إن مركو وداتك إيا إنت واحترام إيا اللي تشوغن إن أخلاق في عنا عمد مركو وطاقنا أنو نحيني نبي الله محمد وحلاي وخالق الناس ضد الناس ويريد عام كاي قال إيا مسلم إيا منافق إيا عدو اللي بكو جرته dadka waxad kula dhaqan taaba la yiri hadamaha muslimiinta waa dadka oodan qofka muslimka ahi saahatul jihada du taagay sibo u dhaqma isagoo akhlaaqdiisa u leeyay laakiin saahati da'wa ya saahat ka chaar ka la wadaa dadku wada nool yahay gaal ya muslim ba la wada joogo ila madina gaal ya muslim ba wada joogo mushrikiin ba joogtay yahuud ba joogtay muslimiin ba joogay cid waliba wada garay هذا النبي يقول حلي وخالق الناس بخلق حسن ضدك واحد كل أرضك أنت وردك واحد قلبك أجا كتير ما أجا إلهي ما رميسني يتوحيد سحان هاي استاه كاسي أدوك وكو بيني عيد كل أجي ما شرته أدري يا ربي قابو يدين الحياة ضدك واحد جرنا ينساد ولا أرضك أنت ضدك واحد جرنا يواكا أخلاق ده ده أما ضدك الدين توسو تشيدي أما وناء جوسو تشيدي أما فردن oo ka durkin wixii loogu yeeray waxaan ku soo koobay markaa ahadiista nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ka warramaysa akhlaaq iyo wanaageed aad bay u tiro badan in badan baan ku dhigateen kutubta la akhriyo laakiin erayga aan rabo inaan idinku adkeeyaan waxa weeyaan hadda nafta tababartaana way tababarmi hadda macluumaadka kororsataana معلومات إن جيجن أقل لفسنا عدنا إذا كقادن دارين وبيدن أورورين دانتا إلى هنا نبي يسوع حكوله ولو كنت فضا غليظ الغلب لم فضوا من حولك أداد مد إن جيجن تهاي أقل لفسن وأفضك ولو أضحق وضه لم فضوا من حولك ما إلى هيد وكات جيا إذا بلشدا وحيسكو هيا وردق وناجا وحد دين تكف أفتانا وردق وناجاسي وحد ضد نمضى كمال كيدنا وعد قوانا قوى السلام عليكم ورحمة الله.